الشخصية. أزمة المولودية التي شاع صيتها في كامل التراب الوطني لسنوات عديدة جعل كل محبيها وعشاقها في حيرة حول المتورط الحقيقي في هذه المهازل والكباوات. الرئيس الحالي العربي عبد الإله أكد بأن سبب المهازل هو التكتلات والمصالح الشخصية التي يأتي بها كل رئيس جديد لبيت المولودية، زائد الاستقدامات العشوائية التي قام بها النادي في إشارة للرئيس السابق يوسف جباري. صراحة مونيت وهران ريت عاني ماشي من ديبيت سيزون ولا العام اللي فات ولا ريت عاني هذه 10 سنوات. وعشر سنوات هو السبب تاعها هو أول سي المحيط. المحيط هذا يكون رئيس على رأس فريق عنده جماعة تتعامل معاه. غدا تنسحب رئيس ينسحب وجماعة تنسحب. يجي رئيس يجيب جماعة معاه. بعد ينسحب ويجي رئيس واحد اخر وهذوك الجماعات هذوك ولو دي كلون ولو اوبوزيسيون. هذيك الاوبوزيسيون هي السبب الاول في هذا الفريق. باسكو تشوف ديبي سيزون بون ديبي سيزون جو بو دير يافي ان موفي شوا دو ريكروتمون سانسيرمون باسكو سيرتان جوار لحد الان راهم يعانوا بلي بليسيور داروش الاختيار المليح للفريق مونيتوار باسكو مونيتوار كبيره عريقه كبيره بزاف بزاف. من جهته رد يوسف جباري بأن الإدارة الحالية المتمثلة في شخص عبد الإله وقليجي حسان المدير الإداري للنادي هما سبب هذه المهازل وهما من قرر إزاحته من على رئاسة النادي دون علمه قصد تصفية حسابات بينهما. راني كي هنا كي الانصار انا تاني الوضعيه هذه راهي ماهيش قابلها وما نجمش نسكتوا لها ولا جميع قال كل انسان اللي يكون نجم نقول يكون وليد هذه الفرقه ولا يكون مام يكون بعيد على الفرقه ويعرف التاريخ تاع الفريق تاع مدينه وهران حتى حد ما راه قابل هذه الوضعيه اللي راهي فيها. الداخل صعيبه من تجبر روحك وحدك تجبد تسلق الفريق تبريباري لي ماتش دير هذه شوف الجوار خلي الجوار جيب الدراهم دير مشكل والمورال تاعك يلعب ها غادي نطيح ما نطيحوش وديا كي راهي كاين مشاكل كثيره. تقدموا 16 جوان درت لهم ريكروتمون تاعهم وكله ريكروتمون درتو من عندي انا ما كاش واحد اللي جاب لي دور باش درت الريكروتمون وشي درتو انا من عندي درت لهم ريكروتمون. اما عن بعض الاسماء التي يشاع بانها تقدم الدعم المادي للنادي والمتمثله في بالحاج محمد والمعروف باسم البابا ظل يضخ أمواله على النادي دون أي نتائج بدليل أن الفريق يلعب آخر فرصه ضمن البقاء في حاضرة الكبار. يحدث بزاف مشاكل في البيت الحمراوي بزاف مشاكل وين بروبلام ما قديناش نقذبوا رواحنا كما لي زاني 90 ولا لي زاني 80 ولا السبعينات العوام هذوك اللي فاتوا بروبلام راه عندنا من الشونجمون دي جوار بزاف لا ستابيليتي من لي زونترينور من ستاف تكنيك من المسيرين كل عام عندنا مسير جديد رئيس جديد ناخذوا رئيس يعاودوا يقلعوا عاود اسومبلي على اسومبلي اسومبلي على اسومبلي لا ستابيليتي ماليش عندنا والمونك دي موان دو لارجون جاو فاتو شعب بريزيدون منو تنحسب لك سيرتو هاد العام في الصيف كنا عاد نحوسو شكون اللي غادي يسير المولوديه هادو اللي راه في الشركه اللي كانوا مساهمين في الشركه اللي صنعوا هاد الشركه تاع المولودية وهران وهادو اللي كانوا لي باير دو فون اللي يهضروا عليهم من بعد في الصح ما لقيناهمش. اما عن الانصار الذين انقسموا بشان بقاء الاداره الحاليه او عوده الرئيس جباري ومنهم من رفض ذلك وراح يطالب باداره جديده كليا. شيخ رابع سعدان كي نشوفوا لامسيو